وشرف عامل إقليم الجديدة السيد معالي الجامعي بتوشيح السطور القطر الإدارية المنعم عليه بأوسمة ملكية شريفة تقديرا له لما أسدوه من خدمات وتضحية خلال عمله الإداري. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بصقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجدي مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. وفيما يلي لائحة السيدات والسادة المنعم عليهم بالأوسمة الثانية. السيد عبد الربيع تنصدق بالزين مهندس رئيس مصلحة المكتب الشريف للفوسفات بسبب استحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.
يخاطبكم. والمغرب سيظل في صحراء، والصحراء في مغربها
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإضافة إلى التضحية بأرواحهم، فقد قدم جميع المغارب أشكالا أخرى من التضحيات المادية والمعنوية من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية وتقاسم خيراتهم مع إخوانهم في الجنوب. فالكل يعرف الوضع الذي كانت عليه الصحراء قبل 1975، ولمن لا يعرف الحقيقة أو يريد تجاهلها أقدم بعض المعطيات. فمنذ استرجاعها مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم في إطار التضامن بين الجهات وبين أبناء الوطن الواحد. كما أن مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة سنة 1975 كانت أقل ب6% من جهات شمال المغرب وب 51% مقارنة بإسبانيا. أما اليوم فهذه المؤشرات في الأقاليم الجنوبية تفوق بكثير المعدل الوطني لباقي جهات المملكة. لهذا أقول وبكل مسؤولية، كفى من الترويج المغلوط لاستغلال المغرب لثروة المنطقة. فمن المعروف أن ما تنتجه الصحراء لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية لسكانها. وأقولها بكل صراحة، المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية. لقد أعطوا من جيوبهم ومن رزق أولادهم ومن أرواحهم ليعيش إخوانهم في الجنوب في ظل الكرامة الإنسانية. كما أن الكل يعرف أن المغرب حريص على استفادة سكان المنطقة من ثرواتها في ظل التكافؤ والفرص والعدالة الاجتماعية. صحيح أن نمط التدمير بالصحراء عرف بعض الاختلالات جعلتها مع توالي السنوات مجالا للاقتصاد الريعي وللامتيازات المجانية، وهو ما أدى إلى حالة من الاستياء لدى البعض وتزايد الشعور بالغم والإقصاء لدى فئات من المواطنين. إننا نعرف جيدا أن هناك من يخدم الوطن بكل غيرة وصدق، كما أن هناك من يريد وضع الوطن في خدمة مصالحه. هؤلاء الذين جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا ومن الذيع والامتيازات حقا ثابتا ومن المتاجرة بالقضية الوطنية مقية لتحقيق مصالح ذاتية. كما نعرف أن هناك من يضعون رجلا مع الوطن إذا استفادوا من خيراته ورجل مع أدائه إذا لم يستفيدوا. غير أنه لا يجب تضخيم الأمر، فهؤلاء الانتهازيين قلة وليس لهم أي مكان بين المغاربة ولن يؤثروا على تشدد الصحراويين بوطنهم. نظاما انصافا لكل أبناء الصحراء وللأغلبية الصامتة التي تؤمن بوحدة الوطن، دعونا لإعادة النظر جذريا في نمط الحكام بأقاربنا الجنوبية. في هذا الإطار يندرج قرارنا بتفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية غايتنا إجراء خطيئة مع رمز التدبير السابق وتمكين أبناء المنطقة من المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية في ظل الشفافية والمسؤولية وتكافؤ الفرص. ولهذه الغاية ندعو لفتح حوار وطني صريح ومناقشة مختلف الأفكار والتصورات بكل مسؤولية والتزام من أجل بلورة إجابات واضحة لكل القضايا والإجراءات التي تهم سكان المنطقة، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والترابية للبناء. كما ندعو القطاع الخاص للانخراط أكثر في تنمية الأقاليم الجنوبية. شادي العزيز، إن التزامنا بتوفير شروط العيش الكريم لمواطنينا لا يعادله إلا حرصنا على ضمن الأمن العام وسلامة المواطنين في إطار دولة الحق والقانون. ومن هنا فإن المغرب يرفض كل الممارسات التي تستهدف المس بأمنه واستقراره، وسيتصدى لها بكل حزم ومسؤولية في إطار القانون وتحت سلطة القضاء. فبتاتا ترهيب المواطنين وتخريب ممتلكاتهم التي اكتسبوها بجهدهم وعرف جبينهم حقا من حقوق الإنسان، ومن تأكد الإخلال بالأمن العام تدمير الممتلكات الأمومية يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات. لقد سبق لنا في خطاب مسيرة سنة 1998
أن أمرنا أن نفتن القاطع بهذه الممارسات، ونبهنا إلى أن أي شخص إما أن يكون وطني أو خائن فليس هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة، كما أنه ليس هناك درجات في وطنية ولا في خيانة. فأما أن يكون الشخص وطني وأما أن يكون خائن، صحيح أن الوطن غفور رحيم وسيظل كذلك، ولكن مرة واحدة لمن تاب ورجع إلى الصواب. أما من يتمادى في خيانة الوطن فإن جميع القوانين الوطنية والدولية تعتبر التآمر مع العدو خيانة الوطن. إذا ما نعرف أن الإنسان يمكن أن يخطئ، ولكن الخيانة لا تغتفر، والمغرب لا يكون أبدا مصنعا بشهداء الخيانة. أما الشهداء الحقيقيون هم الذين وهبوا أرواحهم في سبيل حرية واستقلال الوطن، والذين استشهدوا دفاعا عن سيادته ووحدته. لهذا أقول كثر من المزايدات على المغرب، وكثر من استغلال فضاء الحقوق والحريات التي يوفرها الوطن للتعامل عليه. إن المغرب يتوفر على آلياته ومؤسساته الخاصة المشهودة لها دوليا بالالتزام والمصداقية لمعالجة كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. والمغرب هو البلد الوحيد بالمنطقة التي يتعاون مع الآليات الخاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، كما أنه مستعد للانفتاح أكثر على مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية التي تعتمد الحياد والموضوعية في التعامل مع قضاياها. والمغرب يرفض سياسة تقفيص مبادراته وتدخين الأحداث التي تقع من أقاليم جنوبية مقابل الصمت والتواضع تجاه ما يقع في تندوف وفي بلدان الجوار. شعبي العزيز، إن المغرب عندما فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حد نهائي لنزاع المشتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية. فقد سبق لي أن تفاوضت مع بعض المغاربة من تندوف لما كنت وليا للعهد، وليس عندي في ذلك أي مشكل، لأنني كنت أفاوض مواطنين مغاربة، ولأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق المغرب. فالمغرب ليس لديه أي عقدة لا بالتفاوض المباشر ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان، ولكن يجب التأكيد هنا على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف والمساومة. غير أن اختيار المغرب للتعاون مع جميع الأطراف بصدق وحسن نية لا ينبغي فهمه على أنه ضعف أو اتخاذه كدافع لضرب المزيد من التنازلات. ومبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع بالخير. وبصفتي الضامن لاستقلال المغرب بلادي ولوحدته الترابية، فإن من واجبي تحديد المفاهيم والمسؤوليات في التعامل مع الأمم المتحدة والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانشقاقات التي تعرفها هذه القبيلة، وتأكيدا لوقف المغرب بهذا الشأن أقول لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجوي وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. المغرب في صحرائها لم يكن أبدا قوة محتلة أو سلطة إدارية، بل يمارس صلاحياته زيادة على أرضه، لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام المينيوسو أو توسيعها بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان. لا لمحاولة الطرف الحقيقي في هذا النزاع والتنقيص من مسؤوليته، لا لمحاولة التوازي بين دول العضو في الأمم المتحدة وحركة الانفصالية، ولا لإعطاء الشرعية لحالة إدارة القانون بتندوف. السيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة لأفكار إيديولوجية أو توجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين أو أي انزلاقات أو مغالطات سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه الحالة.
الدولية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها البيت الأبيض، المساهمة الإيجابية في مختلف المراحل لإيجاد هذه القضية، وإذ نثمن دعمهم للجهود التي يبذلها المغرب وللمسار التفاوضي على أساس مبادرة الحكم الذاتي، فإننا نطالب اليوم بموقف واضح من الأفغانستان. ففي الوقت الذي يؤكدون أن المغرب نموذج في التطور الديمقراطي وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وشريك في محاربة الإرهاب، فإنهم في المقابل يتعاملون بنوع من الغموض مع قضية وحدة تركيا. فدون تحميل المسؤولية للجزائر الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل، وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة لن يكون هناك استقرار، غير أن هذا لا يعني الإساءة للجزائر أو قيادتها أو شعبها الذي نقيم له كل التقدير والاحترام. فكلامنا موزون ومعناه واضح، وإنما نتحدث عن الواقع والحقيقة التي يعرفها الجميع. هذه الحقيقة التي كلما قالها المغرب يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة المغربية بمهاجمة الجزائر. وإذا كان المغرب ليس لديه لا بترول ولا غاز، بينما الطرف الآخر لديه ورقة خضراء يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية، فإن لدينا مبادئنا وعدالة قضيتنا، فلدينا أكثر من ذلك حب المغاربة وتشبثه بوطنه. فمخطئ من يعتقد أن تدبير قضية الصحراء يتم عبر تقارير تقنية مخدومة أو توصيات غامضة تقوم على محاولة التوفيق بين مطالب جميع الأطراف. ومخطئ أيضا من يحاول مقارنة الصحراء بالتيم الشرقية أو بعض النزاعات الترابية في أوروبا الشرقية، لأن لكل قضية خصوصيتها، وارتباط سكان الصحراء بالمغرب ليس وليد اليوم، بل تمتد جمهوره في أعماق التاريخ. شادي العزيز، إننا مؤمنون بعدالة قضيتنا وبانتصار الحق والمشروعية على مجموعات الإفساد، وإننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل جمع الشمل بين أبناء الصحراء في وطنهم، واثقين من انخراطهم في مسيرات جديدة للنهوض بالتنمية وتوفير العيش الحر الكريم لكافة المواطنين أينما كانوا، وذلك خير وفاء لروح مبدئ المسيرة والدنا الملهم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه ولأرواح شهداء الوطن الأبرار. كما نوجه تحية تقدير لقواتنا المسلحة الملكية بكل مكوناتها ولقوات الأمن على تجندها الدائم من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن حوزة الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليل برزوق، تابعت اليوم الخطاب الملكي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء كسائر المغاربة. ممكن واحد قراءة أولية للخطاب الملكي السامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا صاحب الجلالة، عودنا دائما في الخطابات ديالو، هي خطابات قوية في بعدها السياسي وقوية في بعدها الاستراتيجي. الآن الخطاب الملكي كيتوضح جليا على أن المغرب، الخطاب الكلمة ديال صاحب الجلالة، أن المغرب الحمد لله يعني ساهم بقدر كبير جميع المواطنين المغاربة في التنمية ديال الأقاليم الصحراوية، وأن لا فرق كما قال صاحب الجلالة بين جميع المغاربة أينما وجدوا، سواء في الجبال أو في المناطق السوسية أو في أي منطقة من المناطق. كما أن صاحب الجلالة أكد في خطابه على أن المغاربة متشبتون بصحرائهم نظرا للعلاقة المجدرة اللي كتربط الصحراء بالوطن بالمغرب. إذن وعطاء، وثانيا يعني أن صاحب الجلالة أكد في الكلمة ديالو في الخطاب ديالو على أنه المغرب لن يتراجع ولن وسيواجه جميع الخصوم ديال الوحدة الترابية ديالنا بالاحتحام ديال المغاربة وبالصدفة ديال المغاربة. إذن كيبقى خطاب قوي ديال صاحب الجلالة لأكد فيه ارتباط كبير ديال المغاربة بوطنيته. الشيخ علي برزوق، نائب رئيس المجلس الجماعي مدينة جديدة، شكرا.